طيب اتفضل استاذ، ذكرك عامل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بأحسن إليكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ سليمان بن حسين بن محمود بن محمد الجمزوري الشهير الجمزوري في نظمه تحفة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. lengkapnya saja tuhfat al atfal wal gilman fi tajwid al quran. Tafadhal. واصل أستاذ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. يقول راج رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني والأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ضم طيب قد ضمنتها صف ذا ثما صف ذا ثنا كم لا جاد قبله واصل في خمسة عشر الخامس عشر في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ضم طيبا زد في تقم ضاء ظالما. أحكام النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. Di sebagian nuskho ahkam ya, ini yang dibaca sama Ustaz Farli, nuskho yang lain ahkam, di sini hukmu. Dan perbedaan nuskho seperti ini majbur bisa digugurkan apa dilebur dengan ijazah. Artinya tidak berpengaruh. Kalau suatu saat misalnya asalnya dalam periwayatan sebagaimana dalam ilmu mustalahul hadis, asalnya ketika seorang ingin meriwayatkan nanti kepada muridnya, itu dia menggunakan nuskho yang dia bacakan dari gurunya. Dan apa-apa perubahan yang ada pada nuskho yang dibacakan oleh gurunya, dia berikan juga perubahan bahwa yang saya dengarkan dari guru seperti ini dan seperti itu. Itu di zaman dahulu. Adapun di zaman sekarang, di zaman-zaman belakangan maksudnya, ketika mulai adanya ijazah, di zaman-zaman belakangan, di antara manfaat ijazah ini adalah untuk melebur, menutupi perbedaan manuskrip, nuskho. Jadi suatu saat misalnya lagi kemana, kemudian tidak membawa nuskho yang dibacakan dari guru, dia bisa pakai nuskho yang mana saja, dibolehkan. Ya, ada yang punya bukunya, dia lagi nggak bawa bukunya dia. Dia baca dari situ, adapun kalau ada perbedaan nuskho, dia tutupi dengan memberikan ijazah. Karena itulah senantiasa setelah membacakan suatu kitab, walaupun didengarkan secara samaan, walaupun mendengar secara periwayatan sama, secara sama itu lebih tinggi dibandingkan ijazah, tapi ijazah tetap diperlukan untuk melebur perbedaan manuskrip, ya, supaya bebas nanti bisa baca dari nuskho yang mana saja, walaupun ada perbedaan dengan nuskho yang dibacakan dari gurunya, ya, karena sudah ada ijazah. Namun tetap sekali lagi yang lebih utama, dia usahakan untuk membaca nuskho dari nuskho yang dia bacakan dari gurunya. Taip, fadhal. Ahkamul mim as-sakinah. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء
أحكامها ثلاثة لما هم الشافعية للقراء. كرر صوت. انقطع الصوت. انقطع الصوت. لا من 19. نعم. والميم أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغام صغيرا يا فتى. إدغاما صغيرا. وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر للام الحالان قبل. انقطع. الثالث وعشرون. نعم سيد. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها ولا اتحاد فاعرفي. ولي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل للام الحال. نعم. للام الحالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرفي. قبل اربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك فخف عقيمه. وخف عقيمه. طيب وصل لا بأس. قبل أربعين بالتنوين. وصل. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. واظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفاق. حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكون مخرجا تقاربا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانس. انقطع الصوت. كرر من 31. نعم سيد. وإن يكون مخرجا تقاربا ففي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا والمتجاء. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. طيب عفوا sebelumnya untuk ikhwan yang terlambat, saya lupa tadi ingatkan sebelum yang terlambat masuk, tolong dicatat ya dari bait nomor berapa ikutnya. Yang sebelumnya nanti dibacakan ulang insya Allah. Tolong dicatat, agak repot kalau nggak dicatat. Masuk dari bait nomor berapa? 6. Kitab apa, bait berapa? Fadl. Aqsamul madd. Wal madd asliyyu wa far'iyyu lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al huruf tujtalab. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم
شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين وقفا كتعلمون نستعين تستعين Nah, nah, Ustaz. Apa? Oh, sabar. Saya enggak lihat nuskhah yang itu masalahnya. Bilang aja kalau ini kalau di situ seperti itu ya. Au quddima al-hamzu 'ala al-madd wa dha badal ka amanu wa imanan khudha wa imanan khudha wa lazimun in as-sukunu usila wasla wa waqafan ba'da mad ba'da maddin tuwila. Yang baru masuk, ikhwan yang baru masuk, sahabat dari Hendra ya. Dicatat ya dari bait ke-48 mulai mendengar. Pedet. Aqsamul maddil lazim. Aqsamu lazim ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyyun wa harfiyyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fa hadhihi arba'atun tafassalu fa'in bi kilmatin sukunu jid فإن بكلمة سكون جد سكون نجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا وصله كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين الطول وأخص والطول وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي وما سوى الحرف حرف الثلاثي لا ألف لا ثلاثي لا ألف وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي ظاهر قد انحصر طيب في لفظ حي ظاهر قد انحصر بالضاء أو بالطاء بجيتو طاهرين طيب طاهرين حيٌ طاهرين في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا ذا اشتهر خاتمة وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا لقارئ وكل سامعي قرر البيت الأخير والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي طيب الحمد لله تمت أنا situ وقد أجزتكم كتاب هداية الصبيان في تجويد القرآن وكتاب تحفة الأطفال في تجويد Hidayat Sibyan ya, baik. Wa kitab Tuhfatil Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran. 6. Baik. Di majelis tajwid sebelumnya saya ada kasih ta'liqat untuk materi-materi tajwid, cuman kelihatannya
untuk kali ini saya enggak tambahkan ya. Bas. Insyaallah untuk teorinya masing-masing di gurunya masing-masing saja. Baik.